بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا جماعة في قناة عالم زراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. خلط الهيوميك أسيد مع الأسمدة والمبيدات، وخلط الفولفيك أسيد مع الأسمدة والمبيدات، وإيه هي الكميات الصحيحة من الهيوميك أسيد والفولفيك أسيد، وإيه هي أهمية الفولفيك أسيد والهيوميك أسيد بالنسبة للنبات. اتكلمنا قبل كده في أكثر من حلقة يا جماعة عن خصائص الهيوميك اسيد واهميته بالنسبه للنبات، وبرضه هذكرها لك في نهايه الحلقه عشان تبقى حضرتك عارف حضرتك بتستخدم ايه. لكن النقطه الاساسيه والنقطه المهمه واللي مركزين عليها النهارده يا جماعه، تخلط الهيوميك اسيد مع ايه وما ينفعش انك انت تخلطه مع ايه، وتخلط الفولفيك اسيد مع ايه وما ينفعش انك انت تخلطه مع ايه، وازاي تستفيد منهم اقصى استفاده لما تيجي تستخدمهم. بس في نقطه مهمه ونقطه اساسيه يا جماعه، احب اعيدها لك وبعيدها لك في كل فيديو بنتكلم فيه عن الهيوميك او الفولفيك. عايز اقول لك حاجه يا جماعه مهمه جدا وهعيدها لك مره او للمره المليون، الهيوميك اسيد يفضل عدم رشه على النبات. يبقى الافضل لحضرتك انك انت ما تستخدمش الهيوميك اسيد رشا على النبات. تستخدمه ايه؟ تستخدمه حقنا في التربه مع في مياه الري بالتنقيط، او تستخدمه مع مياه الري بالغمر. طب هيجي واحد دلوقتي يقول لي يا باشمهندس، طب انا بروي بري بالرش، وحضرتك ممكن تكتب لي الهيوميك اسيد في الري بالرش او الري بالبيفوت. هنا يا جماعه الري غير الرش، وتركز في الكلمتين دول. كميه الميه اللي نازله في الري بالبيفوت او الرشاشات غير كميه الميه او النظام الرزات اللي انت ايه بترش بيه على النبات. وبرده بنبقى حاطين ده في الاعتبار لما بنيجي نعمل برامج التسميه دي. لما النبات بيوصل للمرحله الوسطى من مراحل النمو بتاعته، بنحاول ان احنا نستثني الهيوميك اسيد من الرش على النبات، وبنستخدمه ايه؟ حقنا في التربه لو انت بتشتغل تنقيط، او لو انت بتشتغل غمر، ولو انت بتشتغل بالبيفوت يا جماعه ري رشاشات، بنستثنيه خالص من الكلام ده، وبنستخدم بعض المركبات العضويه اللي بتديك برضو نتيجه كويسه ونتيجه فعاله على النبات بتاعك. طيب بالنسبه بقى يا جماعه للهيوميك اسيد، احنا نقول معلومه مهمه جدا تفرق معاك. قلت لك قبل كده ان الهيوميك اسيد ذات شحنه كهربائيه سالبه، وعشان ما تكلكعلكش الدنيا، في حاجه عندنا في العناصر او المركبات يا جماعه اسمها شحنات كهربائية، إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. الهيوميك أسيد يا جماعة المركب أو أحد المركبات العضوية ذات الشحنة السالبة، اللي بيضمص على سطحه أو بيمسك العناصر اللي هي موجبة الشحنة. يبقى دي خاصية من الخواص المهمة جدا اللي هيقدمها لك الهيوميك أسيد. زي إيه؟ أو يعني إيه بالبلدي كده؟ يعني ممكن حضرتك يكون عندك تربة محتواها من العناصر الغذائية كتيرة جدا، ولكن النبات مش قادر إن هو يمتصها، موجودة في صورة النبات مش قادر يمتصها، مترصبة في التربة. فالهيومك هنا بيعمل لك ايه؟ بيجمع لك او بيلم، او العناصر دي تبدأ تضمص على سطحه، او بيبدأ يمسك العناصر دي وياخدها على طبق كده وبيقدمها ايه للجذور، وتبدأ الجذور تقوم بعملها وتمتص العناصر الغذائية وتنقل الساق ومنها الى الاوراق، والنبات يبدأ يعمل العمليات الحيوية بتاعته، وتبدأ تلاحظ التطور او النشاط النمو في هذه المرحلة او بعد اضافة الهيومك اسيد بفترة بسيطة، بتلاقي اختلاف في النمو بتاعك كبير جدا. كمان يا جماعة الفولفيك اسيد نفس القصة بالظبط، بس الفولفيك اسيد شحنته الكهربائية موجبة، فبيضمص على سطحه ايه؟ العناصر الغذائية ذات الشحنة السالبة. يعني بالبلدي كده لو انت عايز تشتغل بقى شغل مظبوط، وشايف ان انت عندك يا جماعة عندك نقص في الكالسيوم، عندك نقص في البوتاسيوم، عندك نقص في الكلام ده كله، مع ان انت بتسمد كويس، يبقى هنا عندك مشكلة في ايه؟ في الامتصاص. شوية هيوميك اسيد في السمادة او في مياه الري بالغمر هتظبط لك الدنيا خالص. ليه؟ عشان هنا الهيوميك اسيد هيمسك مين؟ البوتاسيوم. الهيوميك اسيد هيمسك الكالسيوم. الهيوميك اسيد هيمسك الحديد، هيمسك المنجنيز، هيمسك النحاس، هيمسك النترات في صوره امونيوم، لان دي صوره موجبه. يبقى هنا ايه؟ هيسهل لك من امتصاص العناصر اللي موجوده عند حضرتك. ده بالنسبه ايه للهيوميك اسيد. الفولفيك اسيد بقى عكسه تماما، هيضمص على سطحه العناصر ذات الشحنه ايه؟ السالبه. زي ايه؟ زي الفوسفور، زي الكبريت، زي المولبدنم، زي البورون. دي كلها يا جماعه
مع عناصر ايه؟ سالبه الشحن، زي النترات في صوره ايه، او زي الازوت في صوره ايه؟ في صوره نترات. دي كلها عناصر تبدا تتمص على سطح ايه؟ تتمص على سطح الفولفيك اسيد. يبقى انت عندك هنا المركبين العضويين دول يا جماعه مركبات مهمه جدا، وهتفرق مع حضرتك كتير جدا لخصائصها المهمه اللي بتقدمها لك للنبات للتربه. الهيوميك اسيد يا جماعه بيظبط معاك البي اتش بتاع التربه، الهيوميك اسيد بيقلل معاك من ملوحه التربه، الهيوميك اسيد بيسهل من امتصاص العناصر الغذائيه اللازمه والضروريه للنبات في جميع مراحل نموه اذا كانت موجوده في صوره غير ميسره للنبات، هو بيقدمها للنبات في صوره ميسره وصوره سهله جدا هو وايه والفولفيك اسيد. الهيوميك اسيد يفرق معاك كتير جدا في الاراضي الكلسيه، وقلت لك قبل كده ليه. الهيوميك اسيد يفرق مع حضرتك كتير جدا في الاراضي الرمليه الخفيفه السفو، ليه؟ لان هو هيساعدك على تجميع حبيبات التربه المفككه، وبيخلي التربه اللي عندك اكثر تماسكا، وبيخلي التربه اللي عندك اكثر حفظا لمياه ايه الري. ده بالنسبه للهيوميك اسيد. ولو في التربه الطينيه بيساعد معاك في تفكك ايه التربه. يبقى عندك الهيوميك اسيد يا جماعه والفولفيك اسيد من المركبات العضويه المهمه جدا اللي هتفرق مع حضرتك كتير جدا. وقلت لك لا يفضل رش الهيوميك على النبات لان وزنه الجزيئي الكبير مش هيعدي من صغور الورقه. طب انا رشيت يا باشمهندس وشايف النتيجه عندي كويسه؟ لا، النتيجه مش عندك كويسه ولا حاجه، النتيجه عندك كويسه. ليه؟ لان انت رشيت في مرحله ممكن يكون النبات ماشي فيها بشكل كويس جدا، وانت بتسمد منها على الارض، فالنبات بيمتص العناصر الغذائيه في نفس الوقت اللي انت رشيت فيه، لكن النبات ما استفادش من الهيوميك اسيد. ولما اقول لك النهارده لا يفضل رشه على نبات، مش معنى كده ان الدنيا هتتدمر لو انت رشيته، لا، لكن حضرتك هتصرف فلوس ايه في الفاضي، ومش هتاخد قدر الاستفاده ايه المناسب. في بعض المركبات يا جماعه هذكرها لكم بتفرق مع حضرتك كتير جدا فين في الرش. الفولفيك اسيد ممكن ترشه، ليه؟ وزنه الجزيئي اقل شويه منين؟ من الهيوميك اسيد. يبقى عشان تاخد اكبر استفاده يا جماعه من الهيوميك اسيد ومن الفولفيك اسيد في الاراضي الجديده، دايما استخدم الحاجات دي باستمرار، خاصة لو انت بتشتغل بالتنقيط هتفرق مع حضرتك كتير جدا. لو المهندس اللي موجود مع حضرتك بيعمل لك برنامج تسميد، لازم يكون على الاقل كل 10 ايام، او كل برنامج لو هو بيعمل لك البرنامج من اسبوع ل 10 ايام، لازم يكون في خلال ال 10 ايام دول يا جماعة مرة هيوميك اسيد وفولفيك اسيد على اي نوع من انواع النباتات. طيب بالنسبة بقى لقابلية الخلط، ممكن تخلط الهيوميك اسيد مع ايه؟ ممكن تخلط الهيوميك وممكن تخلط الفولفيك مع اي نوع من انواع ايه الاسمده. يعني ممكن تخلطه مع النترات، ممكن تخلطه مع نترات الكالسيوم، ممكن تخلطه مع نترات البوتاسيوم، ممكن تخلطه مع سلفات البوتاسيوم، ممكن تخلطه مع سلفات المغنيسيوم، ما فيش اي مشاكل خالص ما عدا ايه؟ ما عدا الاحماض. يبقى الهيوميك اسيد لا يذوب، الهيوميك لا يذوب في الاحماض. يعني ما تجيش النهارده تجيب لي برميل وتحط لي عليه مثلا 10 لتر حامض او 20 لتر حامض، وتيجي تقلب وتحط لي عليهم ايه؟ هيوميك اسيد. هتقابلك صعوبه فين؟ في الذوبان. وتركز في الكلام ده كويس جدا. يبقى يقبل الخلط مع معظم انواع الاسمده اللي انت هتستخدمها حالا في التربه ما عدا ايه؟ ما عدا الاحماض. وتركز في الكلمتين دول، ما تجيش واحد يقول لي طب حامض النتريك، طب حامض الفوسفوريك، طب هو كل انواع الاحماض يا جماعه الهيوميك اسيد لا يقبل الخلط ولا يذوب فين؟ في الاحماض. عشان كده حضرتك ممكن يحصل لك مشكله لو عملت الكلام ده، او على الاقل خالص هتخسر الفلوس اللي حضرتك اشتريت بيها ايه الهيوميك، ويبقى ضيعت على نفسك ايه؟ تسميد. يبقى الهيوميك اسيد يقبل الخلط مع معظم انواع الاسمده اللي حضرتك بتستخدمها فين؟ في التربه. الهيوميك اسيد لا يفضل رشه على النبات، يفضل استخدامه حقنا في التربه. الاراضي الجديده يا جماعه استخدم فيها الهيوميك والفولفيك بشكل كبير جدا، هتلاقي نتيجه مبهره على النبات بتاعك في خلال 48 ساعه، هتلاقي النبات معاك بيتطور، هتلاقي النبات بيمشي بشكل طبيعي جدا. دي كانت حلقتنا النهارده يا جماعه عن الهيوميك اسيد والفولفيك اسيد وقابليه خلطهم على النبات. اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.